بدأنا العد التنازلي طبعا لانطلاق منافسات الأهلي للموسم خلاص الجديد، واللي هتبدأ من يوم الأحد بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، وطبعا خلاص دوري أبطال إفريقيا. وهنتكلم كمان عن فكرة هنا فترة إعداد الفريق أصلا، رؤية المباراة، الحاجات اللي كان عندنا مشاكل فيها، وإن شاء الله مفروض أن الموسم الجديد ما ندخلش وإحنا عندنا نفس المشاكل. فكرة هنا برضو الجداول، جداول المباريات والتلاحمات اللي إحنا شفناها اللي أدت لمشاكل كتيرة جدا بعد كده، الأخطاء التحكيمية أيضا الملف هنفضل نتكلم فيه على فكرة، ومش هنقفله غير لما يحصل حاجة على الأرض فعلا تقول لك إن في تغيير في هذا الملف وغيره على كل حال من الملفات. بس خلينا نرحب بكابتن حسين شكري نجم الأهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. بونجور يا كابتن حسين. بونجور. طبعا مش أول مرة تنورنا، نورتنا قبل كده كذا مرة، وبنستمتع كمان جدا بقراية المشاهد بقى المختلفة مع حضرتك. بس أنا هبدأ من طبعا ماتش يوم الأحد مع الأهلي والاتحاد المنستيري، وناس كتيرة جدا بتتكلم إن أنا لازم أحط تحتها كده كذا خط، لازم أفوز في المباراة دي. ليه؟ مش لأهميتها فقط، لفكرة هنا أنا عايز أعمل ضربة بداية حلوة، عايز أبدأ بتفاؤل، عايز أعيد الثقة تاني للعيبة وللجماهير. فالموضوع بالنسبة لنا مش مباراة وخلاص، لا، الموضوع بالنسبة لنا أكبر من كده بكتير. خلينا نبدأ من هنا. أولا كل سنة حضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير وسلام، ذكرى المولد النبوي واحتفالات أكتوبر، وليا الشرف طبعا أن أنا أكون مع حضرتك مكانك ده يا كابتن حسين. أكيد طبعا طبعا بتشرف دايما. حضرتك بتقولي ان لازم ان احنا ان شاء الله باذن الله مباراه المنستيري ان احنا نفوز. انا بشوف ان الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده واقعي بنسبه كبيره، لان النادي الاهلي محضر تحضير كويس. اي نجاح طبعا لازم يبقى له تحضير بشكل كويس وبشكل علمي. النادي الاهلي اول حاجه عملها لما حصل الدروب بتاع السنه اللي فاتت، شفنا ايه الاخطاء اللي عندنا. اولا راحت اللعيبه، لان اللعيبه كان بقالها تقريبا موسمين او ثلاث مواسم التلاحم والمواسم ورا بعض، فكانت الامور صعبه. فدي كان احسن قرار، انا بشوف ده كان احسن قرار الاداره خدته، ان اللعيبه اللي موجوده انها تستريح اهم من ان الانتدابات او ان انا اجيب لعيبه جديده او الكلام ده كله. لان انا عندي بالدليل ان اللعيبه اللي عندي، عندي سكواد كويس جدا. النادي الاهلي من احسن السكواد اللي في افريقيا. السكواد ده جاب لي بطولات قد كده اصلا يعني. واكبر دليل، ما انا بقول لحضرتك هو اكبر دليل كمان، ان الفرقه دي او اللعيبه اللي موجوده ديت لعبت ثلاث نهائيات افريقيا متتاليه ورا بعض. دي 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 دول يعني زي ما بنقول يعني عملوا حاجات كويسه جدا للنادي الاهلي. واخد بالك حضرتك ازاي؟ لعبوا كاس عالم للانديه، فالخامه او اللعيبه اللي موجوده لا سكواد كويس. هو كان ينقصنا الراحه، والحمد لله ان النادي الاهلي خد الخطوه ديت. وشايف كمان مع مستر كولر من بداية الشكل التنظيمي كمان كويس، التدريبات والأحمال حاجة كويسة جدا، قاعد يذاكر الفريق المنافس بشكل كبير. حتى كان منزل هو صورة ليه وهو بيذاكر الفريق وقال لك أنا ما عنديش أجازات، الأجازات دي أو الراحة دي بياخدوها اللعيبة. بس كانت حلوة برضه. أنا بقول لحضرتك حاجة، النجاح بيبان يعني لو في مدرب، النجاح المؤشرات بتاعت النجاح بتبان من أول التحضير والكلام ده كله والنظام والكلام ده كله. يعني أنا سامع حاجة صغيرة قوي ممكن تفوت على ناس كتيرة، ان موضوع الموبايل ممنوع، ان انت لو دخلت النادي خلاص الموبايل مش ما يعني ما ينفعش ان انت تتكلم في الموبايل اصلا، يعني مش التمرين النادي. بالظبط بالظبط. ان انا لعيب رحت النادي، مجرد ان انا دخلت النادي خلاص انا بشوف شغلي، انا في معسكر بقى اليوم الواحد، ما عنديش رفاهيه ان انا. فالحاجات التفاصيل الصغيره ديت لما المدرب بيبقى واخد باله منها، يعني بتبقى دي مؤشر قد ايه الراجل ده مهتم، او قد ايه الراجل ده منظم، او قد ايه الراجل دوت محتاج اللعيبه ان هي تبقى مركزه بشكل كويس. فالاستعدادات ديت والنظام دوت بامر الله يبقى مؤشر كويس ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه في المباراه القادمه مع المنستيري. هو كمان كولر ذكي للشيء ان هو درج الوديات، يعني اول حاجه بتروجيت، بعد كده اسوان، بعد كده طلائع الجيش. الاداء هنا كان رائع جدا، اجوال خماسيه جميله. اسوان تعثرنا شويه في البدايه، لا قدرنا ان احنا نفوز. طلائع الجيش كان في تعادل برضو. يعني أنا بشوف إن هي فرق مختلفة، يعني كل فريق من ده بيختلف عن التاني بشكل كبير جدا في التاكتيك وفي التنظيم وفي طرق اللعب في الدفاع والهجوم وغيره. فده بيدي برضو إلى حد ما كده
لعب او شغل حلو على الارض بيبان بقى ما بين اللعيبه، ابتدي تفهم فكر كولر على الارض برده، بتهيألي دي فرقت جامد الوديات برده. بالظبط، اي مدرب في الـ في الـ في الدنيا المباريات الوديه ديت في فترات الاعداد بالذات بتبقى مؤشر لفكر المدرب ان هو يقدر ان هو يوصله للعيبه، وان الحاجات اللي هي اللعيبه بتاخدها في الـ في الـ في التدريبات سواء خططيه او الاحمال البدنيه او الكلام ده كله بتحاول ان انت تطبقها في المباراه الرسميه. فبشكل كبير ان ممكن تلاقي في عشان كده دايما بتلاقي دايما ما بيبقاش مؤشر يعني بنسبه كبيره المباراه الوديه انها هتديني مستوى الفريق بعد كده. اكيد بالظبط، الاهم من النتائج والكلام ده كله قد ايه الفرقه بتطبق فكر الراجل اللي هو الجديد او طريقه اللعب او النظام التحركات من غير كوره الكلام ده كله، ده الاهم. فالموضوع النتائج او الاداء او ان هو يبقى بشكل بنسبه كبيره بيبقى مش محبذ ان هو يبقى بشكل كبير قوي كويس في الفترات اللي هي بتبقى في البدايه في فترات الاعداد. طيب انا عندي نقطه مهمه جدا، بما حضرتك كمان حضرتك لاعب سابق واكيد الحته دي لمساك اكتر من اي حد بيتكلم من بره. انا دلوقتي كنت في موسم صعب جدا، والموسم ده عدى عليا فيه يمكن احنا ليه بنقول استثنائي؟ استثنائي مش فكره النتيجه، مش مهم، احنا كده كده تاريخنا معروف، مش فارقه معايا خالص موسم يروح. انا بتكلم عن اللعيبه اللي اتضغطت بشكل كبير جدا واصيب منها اللي اصيب واللي استبعد ورجع وحاجات زي كده، فالناس دي راجعه بموسم جديد ان شاء الله يبقى موسم مختلف، بس لسه برضو التاهيل انا مش هقول الفني النفسي مهم. انا دلوقتي غبت شويه عن الملاعب، انا ادائي ما كانش حلو الموسم اللي فات، ازاي باهل اللعيبه نفسيا؟ ودي شويه غايبه عننا وتاثيرها قد ايه بيكون فارق في الملعب. كابتن حسين لحضرتك تقول لنا ان انا ببدا نفسيا اعد كمان اللاعب بجانب اعدادي ليه فني، لان فني لوحده مش كافي على فكره. لا هو الموضوع بيبقى متكامل، سواء العنصر البدني او الخططي او النفسي او الذهني او الكلام ده كله، هو موضوع متكامل. اوله اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضرتك من شويه، اللي هو فتره الراحه اللي خدها لعيبه النادي الاهلي. فتره الراحه ديت بالنسبه للعيب ان انا بفصل عن الكوره، وان انا بروح مثلا بستجم في اي مكان او بخرج او بشوف ولادي اكتر، او يعني ببعد عن تفكيري او ذهني بيبعد عن الكوره بشكل كبير. ده جزء كبير جدا مهم، ان انا لما برجع باشتياق. بيبقى الرجوع بقى بعد كده هو دلوقتي ما بيبقاش زي لما كنت انا مضغوط والماتشات وبفكر من ماتش المباراه لمباراه خلال 3 ايام والكلام ده كله، فكان في بيبقى في ضغط نفسي كبير قوي او ذهني على الـ على الـ على اللعيبه. لما باخد فتره الراحه الطويله ديت او الراحه اللي هي المناسبه ديت وبرجع تاني، دايما لعيب الكوره بيبقى مشتاق ان هو للكوره يجعل ويظهر بشكل افضل واداء افضل. بالظبط، بس عاده الثقه للاعب اللي هو تاثر سواء بالاصابه او بعدم التواجد او بالضغوطات يعني او بالمستوى المختلف، عاده الثقه دي دور اللاعب ولا دور المدير الفني؟ دور اللاعب ودور المدير الفني، والاخص كمان بتبقى الجهاز الفني ان هو ازاي بيحاول ان هو يخرج اللعيبه من موسم مش عايزين نقول سيء او موسم ما كانش بشكل يرضي النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، فازاي ان هو يخرج او ينسيهم الفتره اللي هي كان الاداء فيها ما كانش كويس او كان في الاداء فيها ما كانش كويس، كان عده اسباب كثيره وبشكل كبير واخده بال حضرتك. فلما بيتكلم دايما المدرب في الحتت الخططيه والذهنيه والبدنيه والكلام ده كله، اكيد فيها بيبقى جزء نفسي بشكل كبير جدا، واخده بال حضرتك ازاي. جزء تاني بيبقى على اللعيب ان انا راجع من موسم برضو ما كانش كويس، ان انا عايز اثبت وجودي مع مدرب جديد، عايز يبقى لي مكان في الفريق، عايز بطولات للنادي الاهلي تاني، عايز اعوض الفتره اللي انا كنت فيها ما كنتش كويس. وهو ده اللي احنا عايزينه. بالظبط، ده الجزء اللي بيبقى على اللعيب كجماهير طبعا، ده اللي احنا عايزينه. على كل حال كابتن حسين هنروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن حسين حديثنا، لان لسه في نقاط كتيره مهمه.
زي ما جمهور الأهلي حافظ تاريخه بطولاته لعبته بالأسماء. بنك سيب من سنين وهو في ظهر نادي الأهلي مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك دايما أهلي. قناة مدرستنا 3 جددت شكلها، أفضل محتوى تعليمي، برامج جديدة مع أقوى النجوم، أهم المراجعات النهائية لكل المواد، أمتع السهرات كل ليلة. قناة مدرستنا، التعليم والترفيه في مكان واحد ولكل أفراد الأسرة. قناة مدرستنا 3 على الترددات التالية 12206 أفقي. الف مالتي فيت طاقه مناعه تركيز وست تاثيرات مختلفه على الجسم. الف مالتي فيت صحتك هي اللي تسندك. تمر السنين والايام ويبقى الاثر ذكرى، ذكرى لبطوله شعب وجيش عبروا وعدوا سد حصين، وقفوا وصدوا بكل يقين، حققوا نصر وفخر لمصر زي ما عهدوا وحلفوا يمين. أصل المصري يضحي بعمره صايل أرضه وحافظ عهده. أكتوبر 73 إرادة وطن. مرة كمان وكابتن حسين شكري منورنا. نكمل بقى الملف الخاص بالنادي الأهلي، وكلمنا في نقطتين مهمين جدا. خلينا برضو نروح لنقطة أخرى مهمة وهي فكرة الصفقات الجديدة، ومش عايزة أخدها من الزاوية المتكررة. إيه رأيك في الصفقات الجديدة؟ النقطة هنا في قصة أن أنا بقالي فترة كنت بقول من الخارج، نظرتي من الخارج كواحد بيعشق النادي الأهلي وكمحلل رياضي برضو أهلاوي أو غيره، أقولك أنا مش بشوف بدلاء أصلاً لبعض اللعيبة لبعض المراكز الموجودة، وده أعتقد تأثيره كان وحش على اللاعب نفسه. فده أعطى انطباع أن أنا موجود حتى لو أنا أدائي مش كويس، أنا مش هقدر أن أنا في شورت نوتس تجيب لي بديل ليا. وكان في بعض البدلاء اللي باختيار موسيماني على سبيل المثال، كان طبعا ناصر ماهر بديل أفشة كان موجود واستغنى عنه، ده أنا بدي مثال يعني. فقصة هنا أن أنا ما عنديش بدلاء بنفس القدر بنفس المستوى لبعض المراكز الموجودة للعيبة، ده كان أصلا مشكلة في فترة ما. بتتفق او بتختلف على فكره في عادي؟ فتره، لا في فتره قبل كده، انما مش الفتره الحاليه او الفتره اللي هي اللي فيها السكواد اللي موجود دوت. بص اقول لحضرتك حاجه، اللي اثر تاثير كبير بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي الاجهاد. هي المساله مش مساله ان النادي الاهلي ما عندوش السكواد كويس او الدكه كامله كويس يعني. او كلام لا عنده، بس كانت اصاباته كانت كتيره، ما هي دي، وكانت مؤثره وكانت بتقعد فترات طويله. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي ممكن تظهر للناس ان النادي الاهلي لا، لو مثلا غاب علي معلول مثلا مفيش بديل، او مفيش مثلا محمد هاني لو المستوى قل شويه مفيش بديل، او لو اكرم ربنا يشفيه. ما هو ده اللي كان بيتقال، ما انا بقول لحضرتك اللي كان بيتقال. هي ما انا بقول لحضرتك، هي قصه كانت ان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي كانت مجهده، ولما كانت بتصاب كانت بتصاب بفترات طويله. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني حتى البدلاء كانوا برضو منهكين بالزبط. يعني انا عندي الاساسي والبدلاء منهكين بالظبط. يعني النقطة، عمليه كمان الروتيشن اللي كان بتتعمل الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت او مع مستر موسيماني كانت بشكل كبير جدا. يعني النادي الاهلي ما كنا دايما بنحس ان مفيش قوام ثابت للفرقه. صحيح. انها بيلعبوا مثلا اربع خمس ماتشات ورا بعض، لا كان كل مثلا مباراه بتلاقي عناصر كبيرة وبشكل كبير، أربع أو خمس لعيبة بيخشوا دايما الفرقة. فده ما كانش بسبب الجزء الفني، كان بسبب الإجهاد، إن هو كان بيحاول إن هو كمان يقلل الإجهاد على اللعيبة. ورغم كده إن اللعيبة كانت بصاب بشكل كبير. أكبر دليل على الكلام اللي بقوله حضرتك دوت إن النادي الأهلي السنة دي انتداباته مش كتيرة. يعني لو الكلام اللي هم الناس بيقولوه ده دلوقتي
ان النادي الاهلي ما فيهوش بدلة كتير او ما فيش البديل لبعض المراكز بشكل كبير. طب كان المفروض ان النادي الاهلي اولى زي فرق تانية اشترت بال 13 لعيب وال 15 لعيب والكلام ده كله. بس ده مش حال النادي الاهلي انه يروح يعمل صفقات بال 13 لاعب يعني. احنا بنتكلم دلوقتي في ثلاث صفقات وربما ثلاث صفقات كانوا برضو في غايه الاهميه، اثنين ثنائي سيراميكا طبعا ميسي وشادي حسين، وعندك طبعا اللاعب البرازيلي برونو سافيو برضو. بتهيألي كان لابد من يعني احداث هذا التغيير او الصفقات. لا انا بقول لحضرتك على ان النادي الاهلي لو الكلام اللي كان بيتقال دوت ان ما فيش بدله للعيبه او الكلام ده كله اللي كان بيتقال على اللعيبه النادي الاهلي كلام غير صحيح. هو كانت القصه كلها كان موضوع ان الاجهاد في اللعيبه بتاعه النادي الاهلي لتلاحم المواسم بشكل كبير هو ده اللي كان عامل مشكله للنادي الاهلي اكتر من جوده اللعيبه نفسها. ايوه يعني حضرتك بتشوف ان احنا كل المراكز كان عندنا فيها عندنا بدلات. عندنا عندنا طب مين عندنا كان بديل قفشه؟ قفشه عندنا كان هو كان ناصر ماهر ومشي. كان ناصر كان موجود وجت فتره كان بعد يعني. على كل حال كابتن حسين لا عايز اقوله ان حلو جدا ان الواحد يبدا يعمل تعزيزات لمراكز مختلفه ويبقى في دعم، لان الموسم اللي فات ده اللي احنا نتمنى ان هو ما يكررش ربما يكرر في اي فتره ما، ربما غصب عنك انت داخل موسم قوي يجي لك اصابات يجي لك غيابات يجي لك ظروف للاسف تبقى مش في ايدينا فعلا، فما نكررش تاني نفس هذا السيناريو اللي احنا لا نتمنى اعادته مره اخرى على الساحه. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه بس القصه بتاعت بديل لقفشه ديت المركز ده في مصر كلها قليل جدا. ما طبعا ما ده اللي احنا بنقوله. يبقى انا لما كان عندي لاعب بقى تقيل امشيه بالظبط. لا كان مستر موسيماني كان بيعمل ايه ساعات؟ كان ساعات بيلعب مثلا ثلاث مدافعين في خط الظهر، ساعات كان بيلعب اربع مدافعين، ساعات كان بيلعب كان بينوع بيحاول ينوع حتى في طريقه اللعب علشان يتفادى القصه بتاعه ان حد يبقى مثلا بديل لقفشه او بديل للاعيب مثلا معين او كان اكرم او الكلام ده كله، فكان بيحاول ان هو يغير في 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 اسلوب اللعب وشكل اللعب، وده كان مش محبذ بشكل كبير. على فكره ده حط يعني احنا بنقول مثال عن قفشه يعني فيها امثله كتير، بس بما ان احنا ذكرنا ده حط ضغط على قفشه نفسه يعني في الاول وفي الاخر اللاعب هو اللي بيتضرر مش فكره الفريق. بس هقول لحضرتك حاجه، في وقت من الاوقات المدرب لازم على حسب اللعيبه اللي موجوده معاه او الاصابات او السكواد اللي معاه او الكلام ده كله، انا ما عنديش اعتراض ان انت تغير طريقه اللعب، واخده بال حضرتك ازاي؟ بحيث ان بس العمليه ما تبقاش متكرره طبعًا وبشكل كبير عشان ما تاثرش على الاستقرار بتاع الفريق نفسه. على كل حال ده ما يمنعش ان موسيماني كان من افضل المدربين اللي جم بجد النادي الاهلي، وده رايي فيه من اول يوم جه، والراجل كان جاي وشه حلو جدا على النادي الاهلي، الراجل ده جه اخد لنا بطولات على طول. الراجل ده فعلا في تاريخه لو قارنت تاريخه او فترته مع النادي الاهلي بفترات تانية الناس بتقارنه بمانويل خوسيه يعني بغض النظر بقى عشان ده 20 شهر او ما هي طبعا بغض ما لسه كنت عايز اقولها بغض النظر طبعا عن المده هنا وهنا، ولكن الناس لما بتقارن عدد البطولات لا بيقارن طبعا بمانويل. طيب كابتن حسين خلينا ننطلق كده شويه ونروح لسيناريوهات مختلفه اوكي، وهبدا مع حضرتك بفكره هنا لا قدر الله لا قدر الله لم اوفق في المباراه يوم الاحد ومش هقول خسرت بس هقول اتعادلت، هل ده ممكن ان هو يبقى ليه تاثير سلبي الى حد ما نفسيا او معنويا على اللعيبه وعلى الجماهير كبدايه او ضربه بدايه؟ لا لا مش هتأثر. لا انا بشوف ان احنا هناك حتى لو لا قدر الله احنا عملنا نتيجه مش ايجابيه، انا كحسين ببص على الاداء الاول لان دي بدايه موسم، نقطة كويسة. ده اللي هيديني مؤشر ان الفرقه هتمشي ازاي، صح مدى استيعاب اللعيبه للفكر بتاع المدرب الجديد مستر كولر ومدى تنفيذه في الملعب، ده الاهم ممكن بنسبه يعني. طبعا النتيجه مهمه وكل حاجه لان دي حاجه في دم النادي الاهلي يعني النتائج ديت والبطولات في دم النادي الاهلي، فانا بشوف بس انا عايز ابص اكتر على الاداء بتاع النادي بتاع اللعيبه وطريقه اللعب اهم بالنسبه لي شويه من اذا لو قلنا ان اللعب كان حلو والنتيجه وحشه بيديني مؤشر مش وحش ده مش افضل وحش. لا يعني انا بدي سيناريو هيبقى ده مرضي اكتر من ان الاداء وحش والنتيجه حلوه بالنسبه لي. تمام بالنسبه لي انا الاداء هو اللي هيوصلني للنتيجه بعد كده لان انا قدامي موسم طويل. بالظبط كلام محترم انا اتفق مع حضرتك في النقطه دي. كابتن حسين للاسف بيقولوا لي الوقت خلص بس حضرتك نورتنا وبالتوفيق في ما هو قادم وتنورنا تاني ان شاء الله في 10 صفر في الاهلي. ربنا يعزك. طيب خلينا نروح دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل هيبقى معانا بقى الفقره الطبيه خليكم معانا.